شيء ده. ده انت عمال لازم اخرب بيت اللي عمل عملي. ما في لزوم، لانه انا اللي عملته. انت اللي عملت هالفصل البارد معي. ايوه، كان لازم امنعك من دخول البيت قبل ما انا اشوفك. قبل ما تشوفني ليش خير ان شاء الله؟ هلا ادخل دوس مون على مهلك وبعدين انا بفهمك. ولك على مهلك، فوت وفتح لي ديناك كويس واسمع شو بدي اقول لك. مليح، في لك عندي مفاجأة كبيرة. انا اللي عندي لك مفاجأة اكبر بكتير، بس ما مثل مفاجأتي انا. اسمع، مفاجأتي لك في بيتنا امرأة. وانا رح اتجوز ليلى. شو عم تقول؟ في بيتنا امرأة؟ وانت شو عم تقول؟ بدك تتجوز ليلى؟ ايوه، ليلى بنت سليم، هالبنت كويسة وبنت حليل، وهي الإنسان الوحيد اللي حبيتها بإخلاص. استنى استنى شوي. والله رايح نام. نام وين؟ حلو والله، بسريري طبعا. مش ممكن. ليش مش ممكن؟ لأنه في قصة لازم أحكي لك إياها بالأول. الله يخليك، خلي حكايتك لبعدين وبلا مزح هلأ، أنا نعسان وبدي نام. ولك شو صباح وشو مساء، اسمعني شوي. ما قلت لك في بيتنا إمرأة؟ هي نايمة جوا بقطة. ولك لا تعلي صوتك لا تقوم تفيق، اسمع الحكاية من أولها لآخرها يا خيي سمي. طيب يا سيدي قول حكايتك وخلصني بقى. اليوم أنا وجاي على البيت شفت لك وحدة وشوي ما لقي سيارة وخلصتك. يا حفيظ، بقى بجوز من الله اتركها لوحدي. كيف تتركها؟ واجب عليك تساعدها وتجيبها على البيت وتنيمها بسريري. برافو عليك. اسمع بقى يا فهمين افندي، انا طولت بالي عليك كتير، كيف بتخليها تنام بسريري؟ امرأة حلوة كتير يا سمين. حلوة مرة، وين بدك اياها تنام هلا؟ على الارض؟ بتلزيك يا اخي سمين. اسمع كويس، هيديك السنة جبت لي كلب اعرج صرت تداويه قلنا معليش، مربي دجاج قلنا معليش، مربي عصافير قلنا معليش، مربي سمين هيدي شي تاني. انت بتعرف انا بحياتي ما تعطيت مع النسوان، لكن هيدي انا بحبها وهي بتحبني كمان. لك مجنون، هي رح تشوفك حتى تحبك. قلبي مش ممكن يكذب علي ابدا، لو بشوفي مش ممكن تقول هالحكي ابدا. يا ملعون، الظاهر انها حلوه. كلمه حلوه ما بتكفي، هيدي ملاك من السماء. تعال فرجيك علي. لا 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 لا، مش من الباب، من البلكون. بيه صلفة مش مثل الملائكة.